مساء الخير على حضرتك. أنا محمد عزمي الأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية في حزب الحركة الوطنية المصرية. أهلا بيكم في رسالتي اليومية. رسالتي النهاردة لحضراتكم هي عبارة عن دعوة. أيوة، دعوة إلى جموع الشعب المصري، دعوة إلى كل نبلاء هذه الأمة، دعوة إلى رجال الأعمال، دعوة إلى أبسط المواطنين، دعوة للتبرع، دعوة إلى مشاركة الدولة في حربها على فيروس كورونا. ازاي هشارك الدولة؟ هقول لك. اولا هتلبس المموه عشان بيخافوا منه، وبعد ما تلبس المموه هتفتح تليفونك وتبعت رسالة نصية الى رقم 37037. ايوه 37037، رقم صندوق تحيا مصر. الرسالة اللي حضرتك هتبعتها قيمتها 5 جنيه. ممكن ال5 جنيه ما تفرقش معاك حاجة، بس صدقني ال5 جنيه هتفرق قوي مع الصندوق. ازاي هنشارك الدولة في إدارة فيروس في إدارة أزمة فيروس كورونا؟ هقول لك. الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتعليمات والتكليفات، كان شريك في كانت بتنفذها الحكومة وكان بيصدرها السيد رئيس الجمهورية، وكان شريك فيها على طول الخط صندوق تحيا مصر. مؤخرا تحمل نفقات المصريين العالقين العائدين من الخارج للحجر الصحي في الفنادق، وأيضا مكافآت الأطقم الطبية الأبطال اللي بتحارب فيروس كورونا، اللي الرئيس كلف الصندوق إن هو يتحمل هذه المبالغ من ميزانيته. فخلينا نقول إن صندوق تحيا مصر بيقوم بواجب وطني كبير جدا. صندوق تحيا مصر محتاج مساندتنا كلنا، محتاج دعمنا، محتاج مشاركتنا في الحرب على فيروس كورونا. التبرع بتاع حضرتك ممكن ما يكونش ذو قيمة بالنسبة لك، لكن هيبقى ذو قيمة كبيرة جدا بالنسبة للمجتمع المصري وللشعب المصري. شاركوا الدولة في إدارة الملف، شاركوا الدولة في إدارة الأزمة، تبرع إلى صندوق تحيا مصر، ودي دعوة ياريت كلنا ننفذها وياريت كلنا نبادر بيها. ابعت رسالة نصية على 37037، وإن شاء الله ربنا ما يجيبش حاجة وحشة. شكرا لحضراتكم، انتظروني في رسائل أخرى.